معايا تقريبا كيلو من اللحمه الموزه المسلوقه. الموزه بتتقطع حلقات بقى مثلا، بتبقى افضل يعني، وبتسلقيها عادي خالص مع ورق لورا بقى وحبهان ومستكه وبصلايه جزرايه علشان ايه تدي طعم حلو، ملح وفلفل طبعا، ومسلوقه اهي وجاهزه معايا. هشوحها بقى مع ايه، بصلايه كبيره متقطعه شرايح، معايا كمان رشة من السكر هقول لكم ليه دلوقتي، معايا كمان مشروم متقطع شرايح ممكن تستغني عنه بس هو ظريف مع الخضار بيعمل طعم حلو، ملح فلفل اسود، معايا رشة من جوز الطيب، 4 فصوص من الثوم المفروم ممكن تحطيه صحيح برضو مفيش مشكلة، ملح وفلفل، ومعايا فلفل رومي شرايح. تمام، فلفل رومي الوان او ممكن اخضر متقطع كده شرايح هياخد تشويحة برضو معاهم، ورشة شطة وبس خلاص. ده كده ايه اللي هيبقى جوه الطاجن. تمام، العجين بقى عباره عن ايه، معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق يكون مخبوزات، دقيق قوي مكتوب عليه مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا. تمام، هتلاقيه في السوبر ماركت مغلف في اكياس وسعره عادي خالص زي بقيه الدقيق مفيش مشكله. هحط عليه رشه ملح، محتاجه معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره، 3 معالق كبار من الزيت يعني تقريبا، او 3 كوبايات دقيق يعني كل كوبايه دقيق تقريبا عليها معلقه كبيره من الزيت، ميه دافيه للعجن حسب بقى ما هنشوفه واحنا بنعجن مع بعض، معايا بيضتين مخفوقين واحط عليهم 2 معلقة كبار من اللبن علشان ندهن الوش بتاع العجين، ومعايا كمان ملح، معايا اسفه كمان سمسم هحطه على الوش كده من فوق عشان شكله خطير وبس خلاص. بصوا يعني مكوناتها عاديه وبسيطه ما فيهاش ابدا اي حاجه، انا عايزه الاول اشوح الكلام ده كله قبل ما ايه احضر العجينه. نجيب الزيت، نحط شويه زيت، وعايزه اول حاجه انزل البصل. تمام، اللي هو الجوانح ده وكميه بصل حلوه كده يعني. تمام، احط رشه سكر على البصل، رشه السكر بقى دي هتخلي البصل كده ايه يعني مكرمل، فاهمين قصدي؟ ومش هتبقى مسكره يعني ولا حاجه، مش اللي في بالكم ده خالص يعني، رشه السكر دي مش يعني بقى بناكل حاجه حلوه وحاجه مسكره، لا 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 خالص. طيب عقبال ما ياخد له كرمله كده ظريفه، تعالوا نعمل العجين علشان ايه نكسب وقت. هنحط الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات او دقيق بيتزا، نحط عليها رشة ملح، نضيع الملح كده جوه الدقيق، نحط بقى سكر، خميرة وزيت. تمام، وعايزة بقى مية دافية عشان اعجن بيها. ايوه تعالي يا مية، مية دافية ظريفة، نحط بقى كده المية الدافية ونلم العجينة لغاية لما تتلم كلها وتبقى ايه تمام التمام. العجينة دي بتبقى عايزة تتعجن شوية علشان تديكي نتيجة احسن، هتعجنيها كده بتاع 5 6 دقايق بايدك كده هتديكي نتيجة طبعا تحفة، وعشان فيها خميرة يبقى يعني ايه محتاجة تتخمر والجو حر يعني هتاخد لها بتاع نص ساعة بالكتير، وتلاقي ايه شكلها وحجمها اختلف كده اهو. هي كده ايه لمت معايا بتلزق سنه مفيش مشكله، وده هيكون افضل شويه يعني، وتحطيها كده في البوله بعد ما تعجنيها وتخمر، وانا طبعا معايا واحده خمرانه وجاهزه عشان نستخدمها على طول. هحط بقى اللحمه هنا كده تتشوح كده اهو، عايزه احط بقى الثوم معاهم كده، عايزه احط المشروم زي ما قلت لكم المشروم اختياري لكن هيبقى ظريف جدا بصراحه وبيعمل طعم حلو قوي،
بس لو مش متوفر عندك او ما بتحبيهوش خلاص استغني عنه اكيد مفيش مشكله. فانت ممكن كميه المشروم اللي انت هتجيبيها ديت تشوحيها في معلقتين زيت مثلا مع بصلايه مفرومه ناعم او حتى زيت بس من غير بصل، تمام، تشوحيه وبعد كده تحطيه بقى في علبه او في اكياس وفي الفريزر. كل ما تحبي تستخدمي المشروم يبقى موجود عندك في الفريزر على طول، تطلعيه وتستخدميه، احسن بكتير من المعلب. انا حطيت فلفل الوان بقى، تمام كده اهو، كده بقى احط بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل، هي دي كده يا جماعة الحشوة بتاعة الايه العجينة. انا لسه طبعا ما حطيتش، معلش نسيت، رشة جوزة الطيب والبابريكا دي اخر حاجة بحطها. نجيب دقيق كمان هنا جنبي، نرش هنا كده شوية دقيق. بصوا بقى خمرة بقت ظريفة ازاي كده. كده اهو انا هعمل ايه؟ هاخد تلات ارباع العجينه والربع هشيله، فاهمين قصدي؟ يعني كده مثلا ربعها هشيله والتانيه تلات ارباع. هقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. كده رش الدقيق ونفردها كده اهو. افرديها حسب حجم القالب اللي انت ناويه تحطي فيه اللحمه الموزه، بس خلي بالك احنا مش عايزين العجينه تبقى رقيقه، فاهمين قصدي؟ عايزينها تبقى تخينه شويه. اهو هو ده الطبق اللي انا هحط فيه، هدهنه كده بشويه زيت، حط كده نقطه زيت وامسحها بمنديل، اوزعها كده كويس على الاطراف. ينفع طاجن فخار، ينفع طاجن بايركس، اي حاجه عندك هتنفع. وهاخد العجينه دي تمام واحطها كده جوه. علشان نيجي الحاجه كلها جوه. كده اهو. كده. هاخده بقى من هنا تاني عشان السخونية ووديه بقى هناك. هعمل ايه بقى؟ عايزة اجيب سكينة وكل الاطراف الزيادة دي كده هقطعها كده ايه بالسكينة كده، فاهمين قصدي؟ كده اهو. طبعا لو طاجن بايركس بقى خلوا بالكم هيبقى احلى بكتير، لان هيبقى مبين لون العجينه من على الجناب هنا كده، بيبقى شفاف بقى ويبين العجينه كلها، هتبقى ظريف، هيبقى ظريف قوي لو عندك طاجن بايركس شفاف. هعمل ايه بقى؟ العجينه بقى التانية اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الربع دي، هنجيب شوية دقيق كده نفردهم برضو كده ونفرد العجينة. فأنا كده ايه هقطعها كده شرايح. بصوا نخلي الشرايح ما تبقاش رفيعة قوي مثلا كده وكده كده كمان كده اهو بس كده.
هي سكينة ما قطعتش كويس ليه؟ يا سلام، بس خلاص. هنحط بقى العجين كده عليها كده من فوق بهذا الشكل الظريف كده اهو. بالطول وبالعرض معايا بقى بيضتين، هحط عليهم رشة ملح وفلفل، فلفل وكمان شوية كده من اللبن بتاع معلقتين ولا حاجة، وهنخفقهم علشان ندهن بيهم الوش بتاع الفطيرة الظريفة بتاعت الموزة دي، وندهن كده اهو. حطوا برضو حبة بركة لو عايزين مع السمسم او بدل السمسم براحتكم، بس انا هرش سمسم فقط. احاول كده ايه اركز على العجينة ان يكون عليها سمسم مش في الفتحات بتاعت اللحمة، وهدخلها الفرن، فرن سخن على درجة حرارة 200 يا دوب، بس ايه العجينه تستوي هتاخد لها تقريبا 20 دقيقه ولا حاجه. اللحمه مستويه ومتشوحه مع الخضار اللي جواها، احنا بس عايزين العجينه ايه تستوي معانا وتاخد لون حلو، وهنقوم على طول مطلعينها ونقدمها وتتاكل حتى تكبتتك بالهنا والشفا. العجين كده اهو، كده اهو ظريف جدا 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 وسخن جدا. نحطه بقى هنا كده، والهنا والشفا يا جماعة، لذيذ جدا. نطلع السينابو، اهو يبرد بس كده سنة علشان